الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. بنرحب بكل ساده مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنقدم النهارده حلقه تكون ان شاء الله مميزه عن المدارس وسندوتشات المدارس. ولو ان عارف زي ما اتفقنا قبل كده ل 90% منا بيعمل سندوتشات الحلاوه او المربى او الجبن، لكن تعالوا نشوف النهارده افكار جديده ان شاء الله نستفيد منها مع بعض، واللي يقدر يشتغل بيها ده حاجه كويسه جدا. اول حاجه الحاجات اللي انا اعملها النهارده تقدري ان انت تعمليها تحضيرات وتحطيها عندك في الفريزر. وفعلا ما بنقولش اي كلام، لا احنا بنقول كلام فعلا مظبوط، اللي تقدري تعمليه عندك في البيت. ازاي تقدري تعملي عجينه عندك وتعمليها ساندوتش وتحطيها عندك في الفريزر؟ صدقيني هيبقى طعمها حكايه وطعمها حلو، والاطفال اهم حاجه هيعجبهم الموضوع. ليه الاطفال؟ لما نيجي نبص على السندوتشات اللي انت بتعمليهم، كام عندنا في المية بنجيب ونحط السندوتشات مثلا عندنا ويرجعوا بيها من المدرسة ما ياكلوهاش وياكلوا من الكانتين بتاع المدرسة؟ طب ايه الفرق؟ لازم، ما هو انت لازم تعرفي بقى السر هنا، ايه الفرق بين السندوتشات بتاعتك والسندوتشات بتاعت كانتين المدرسة؟ لا، في فرق كبير طبعا، فرق كبير جدا. هو كان بالنسبة له كطعم الكانتين طبعا افضل بكتير جدا. طب ازاي اللي انت تقدري توصلي او تعملي المعادله ديت؟ ما انت لازم تفكري في حاجه زي كده، لازم تعرفي 100% اللي هو ما يعرفش يعني ايه المكان في البيت مهيئ ونظيف جدا والبيئه بتاعته نظيفه اللي هو يطلع له سندوتش نظيف وصحي. هو ما يعرفش حاجه زي كده في المدرسه، فلازم ناخد بالنا من نقطه زي ديت. ازاي انت تقدري تعملي المعادله ديت؟ طب ايه اللي هو بيحبه؟ يقول لك الكريبات، يقول لك الدوناتس، يقول لك الكرواسون اللي احنا بناكله من هناك، يقول لك سندوتشات مثلا الطعميه، سندوتشات الفول. طب ازاي نقدر ان احنا نعمل له حاجه؟ نعمل له حاجه. ازاي اللي احنا نقدر نعمل حاجه بقى ان شاء الله تكون مقاربه للحاجات اللي في المدرسه؟ اتكلمنا عن الموضوع ده اهوت، عشان الموضوع ده مهم جدا، لان في امراض كتير قوي بتنتشر في اول ايام الدراسه. تغيير جو، انا معاكي كل الكلام ده، وبرده الاكل بيبقى فيه عامل اساسي كبير جدا. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه. برده نفس الكلام، ايه البدائل للبطاطس؟ ما هو في بدائل كتير جدا، هاتي اطعمه او حاجات زي مكسرات طعم تكون حلوه، شويه بهارات تعمليهم كده على ايدك وحطيهم على البطاطس وخليه ياخدها عنده مع السندوتشات الجديده. لازم تجديد في الساندوتش، ما تحاوليش تمشي على نمط واحد، يعني هو مش ساندوتش مثلا جبنه رومي تطشيه اسبوع معاه، لا، احنا لازم نعمل تجديد للطفل. يبقى فاتح العلبه عارف اللي فيه النهارده في ساندوتش جديد، في طعم جديد هياكله، فنخلي بالنا من الموضوع ده. تعالوا نشوف العجينه هنبدا فيها النهارده ازاي. عندي اول حاجه في مقادير العجينه بتاعتنا، عندي نص كيلو من الدقيق، وبعد كده عندي معلقه كبيره ونص من الخميره الفوريه، عندي 2 معلقه كبيره من السكر، علبه زبادي اللي هي الربع كيلو، شويه ملح، 2 معلقه كبيره من الزبده، 1 عدد بيضه، وحليب اللي انا هعجن بيه معانا. دي الخميره، الواحد عدد بيضه، الزبده، وعندي الزبادي، وعندي السكر، وعندي الحليب اللي انا هعجن بيه. طبعا دول كتير جدا الحليب، انا هسيب ده هنا كده وهناخد ده نعجن بيه. نقول التلميع، هناخد عندي صفار بيض، يعني هاخد من البيض ده الصفار افضل حاجه عشان يديني اللمعه الحلوه، وشويه فانيليا عليه، وبعد كده عندي معلقه قهوه سريعه الذوبان. تمام، تعالوا بقى نشوف عندنا هنبدا ازاي. انا عايز بس اول حاجه ايه، هنتبل شويه تتبيلات كده مع بعض، ما تخليش على اي حاجه، يعني حاولي في الاول كده ايه تصرفي، بحيث اللي هو ايه الطفل ياخد ثقه منك اللي هو ياكل الساندوتش بتاعك. فخلينا نجيب حته لحمه الاول قبل ما نبدا في العجينه. وأقطعها عندي شرايح رفيعة جدا. تمام، وبعد كده هبدأ اللي أنا إيه هديها تتبيلة مع بعض. شرايح لحمة اسكالوب مثلا. أهي. يا حاجة فاطمة. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ انت طيبة حبيبي، وعد عليك طيبة بخير وعلى اولادك وعلى القناة والكاست والقائمين عليها كلهم. الله يخليك يا ونور وروان ورؤية حبايب قلبي، بنات المحترمين. الله يخليك يا رب. وعايزة اطلب منك يا محمد والنبي تعمل لنا الارانب.
الارانب من عناية. طريقة بسيطة وما حاضر تصعبهاش يعني. حاضر من عناية الاثنين. وكل سنة وانت مالي مكانك ومتنوع وقد الدنيا يا حبيبي. الله يخليك. وربنا يعودها عليك وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. الله يخليك. وعلى القناة والقائمين عليها يا رب. اللهم آمين يا رب. ما يدخلش بينك ولا بين أهلك ولا أهل بيتك ولا يدخل بين أي حد شر أبدا يا رب. وجعلها سنة مبروكة وسعيدة عليك. مين اللي كام واحد بياكل أرانب عندك في البيت؟ كلنا يا محمد بس. طيب ما شاء الله. اسكت علشان انا عماله بحيل فيهم. وبعدين في حاجه صح انا عايزه افهمها لك يا محمد. ايوه. أو اوضحها شويه. انا يوم ما اتصلت وشكرت في حازم كان يعني متعمدة عشان في ناس بيظلموا ويقولوا ايه ده بيدخلوا ناس معينين. لا لا والله. انا عرفت اسمه لما اتصلت مين اللي أيوه. بيدخلنا. أيوه. فعرفت من الكنترول وقلت لازم اديله حقه وزياده لان ما فيش حاجه من الكلام ده بتحصل. والله العظيم عمر ما اي حد من حبايبنا صدقه والله اتصل وحد رجعه ابدا. صدقه والله صدقه يا ست الكل والله صدقه صدقه. ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلمي تسلمي. كلهم هنا الحمد بفضل الله يعني في القناه هنا. والله بكلمكم بجد قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا يعني كلنا الحمد لله رب العالمين. ربنا انعم علينا. دي اكتر نعمه الواحد بينام عليها لما يجي في الشارع في مكان اللي الناس فعلا بتحب بعض هنا. روح واحده تيم واحد سواء في الكنترول سواء هنا في المصورين يعني حاجه جميله جدا جدا. بيبقى في روح طيبه ودي على فكره بتنعكس على الكاميرا فعلا يعني بنطلع بيبقى شكلنا باين اللي احنا فعلا في حب وفي موده بيننا وبين بعض. وشكرا لحضرتك جدا. وبنقول لحازم يا عم مبروك كمان على الزمالك امبارح ما شاء الله كان ماتش محترم جدا بصراحه من احلى ماتشات الواحد اتفرج عليها يعني. مبروك لكل الزملكاويه حاجه تشرف والله. الاداء كان فوق العالمي امبارح يعني. يلا روح رياضيه. واحد يقول لي انت مش من قلبك. لا بقولها من قلبي. انا عارف في ناس هتقول لي مش من قلبك. لا من قلبي. تعال تعال مني وحشوه اللحمه قدام حضراتكم اهيت شويه فلفل اسمر وعندي شويه من الملح بعد كده عندي شويه من ميه البصل وشويه من بهار اللحم تمام. دي على فكره الحشوات دي كلها تتحط فين في العجين اللي انا هعملها فنركز مع بعض فيها وان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. هناخد ايه شويه ممكن شويه زيت صغيرين شويه زيت ذره كده جاهزه معايا. طيب نقوم واخدينها كده ونسيبها ايه في التتبيله شويه كده حلوين. اللحمه بتحب ايه تبقى في التتبيله شويه. طيب تعالوا نعمل عندنا العجينه بقى الاساس اللي انا هعملها عندي إيه في البيت ازاي. اول حاجه العجينه انا خادمها كويس جدا. يعني ايه خادمها؟ فيها مكونات كامله الدسم الزبده البيض عندي الدقيق عندي الحليب فيها مكونات عناصر غذائيه حلوه جدا. نقدر لو عايزه تشتغل الموضوع هيلس بس في اطفال كتير مش هيحبوه بدقيق بنفس المقادير ديت تشتغلي بدقيق الاسمر بس تجيبي كلها حاجات لايت. يعني هو ايه الفرق اللي انت تقدري تعملي كده حاجه بكده او كده اللي انت تجيبي الحاجه المنتجات اللي هي اللايت وتشتغلي بيها. نص كيلو دقيق احط عندي واحد عدد بيضه احط عندي علبه زبادي ربع كيلو ودي افضل حاجه للخبز فعلا الزبادي بيطري لي اللقمه جدا سكر بيديني طعم حلو للعجينه وفي نفس الوقت اللون الاحمر الذهبي اللي انت بتشوفيه في اللقمه نفسها حتى لو مش هتدي سائل تلميع بيبقى من السكر نفسه. وتالت حاجه وظيفه للسكر الخميره. يبقى السكر بيعمل ثلاث حاجات طعم حلو في العجينه بينشط الخميره وبيدي لون ذهبي في العجينه نفسها. احط عندي ملح احط عندي معلقه ونص من الخميره وبعد كده ايه الزبده اللي انا هضيفها اللي هي المعلقتين كبار من الزبده الصفراء وابدا ان انا اشغل عندي العجان. وابدا انزل عندي ايه بشويه شويه من الحليب شويه شويه ممكن تاخد معلقتين ربع كوبايه واحده واحده عشان فيها زبده فيها سايل زبده وفيها بيض وفيها زبادي فاهم ازاي؟ فممكن ما تاخدش ايه حليب كتير. حط شويه دول كده ونشوف ايه الاخبار. هجيب
هجيب بلانشة تانية بس عشان نقطع عليها الفراخ. نجيب بقى بعد كده عندي صدور الفراخ عشان هنبدا ان شاء الله نشتغل فيها برضو، ونبدا ان احنا نتبلها مع بعض. نفس الكلام هعمل لك حشوات النهارده، عامل بالبسطرمه وعاملين بالجبنه الرومي وعاملين بالفراخ وعاملين بالتونه. يعني كل يوم تديله طعم مختلف، ما تقوليليش انا يعني الفكره ما تقولوش انا حاطه ايه حشو في الساندوتش، هو ياخد الساندوتش كده واعمل لك اكتر من شكل له ان شاء الله نشوفه مع بعض يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الفراخ اهيت، هجيبها وابدا ان انا اقطعها برضو شرايح رفيعه جدا. هاخد الصدر ده كده على اتنين تمام. والمنيو الفراخ، حشوه الفراخ قدام حضراتكم على الهواء، تقدروا حضراتكم تكتبوه دلوقتي وتشوفوه. هروح اجيب بوله عشان هنبدا ان شاء الله ان احنا ايه نحط فيها الفراخ بتاعتنا. نحط فيها ايه بقى؟ نركز في التتبيله حلو قوي، شويه بهار الفراخ، واحط عندي شويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح. عندي بشر طماطمايه، وبعد كده عندي شويه من ميه البصل، معلقتين اتنين من الكاتشب عليها. على فكره الكاتشب في التتبيله محترم جدا، واللي عنده صوص الباربيكيو صوص ممكن يضيف عليه على التتبيله برضو هتبقى محترمه جدا. هجيب عندي شويه من زيت الذره على التتبيله ديت تمام، ونبدا ان انا اقلبها مع بعض ونسيبها عندي في التتبيله. يا مدام عزه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حضرتك، ربنا يبارك لك على اللي انت بتعمله. انا بس بتكلم بقول لك متشكره جدا على مقاديرك، يعني كل ما بجرب حاجه بحسها يعني ربنا يبارك لك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك لك ويديمها عليك نعم. الله يخليك يا ست الكل. قولي لي طيب بتعملي ايه؟ قولي لي بتعملي ايه في سندوتشات المدارس؟ قفلت. طيب ماشي، شكرا لحضرتك. لو عايزين ندردش معاكي كده او في افكار ممكن يكون عن الستات بيوت برضو بتعرف تعملها، او ازاي تجذب الطفل اللي هو ياكل من الساندوتش اللي هو اللي هي بتعمله. بص على العجينه كده، بص انا حطيت ايه، حطيت ربع كوبايه بس من الحليب، ما اعتقدش اللي هي محتاجه تاني. وابدا اشغل عليها. حاضر يا عم حمد. حاضر الله يعزك. تعالوا بقى نشوف عندنا ايه. تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه في الفراخ والحاجات اللي احنا هنشتغل بيها. طيب كده العجينه معانا تمام التمام قدام حضرتك اهيت. بص المطه دي تعرفي اللي العجينه ايه، طالعه زي الفل ما شاء الله. يا ست ام يوسف. ايوه محمد صباح الخير. يا صباح الهنا. دي تاني مره اكلم حضرتك يا شيخ محمد. والله لا على دماغي. حضرتك عالمي 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 والله. ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا ام يوسف تسلمي. انا جربت السينامون ملفي، كان تحفه كان رائع بجد. طلع معاكي تمام ما شاء الله. كان تحفه. والليمون الحليب اللي بالنعناع حاجه وهمي يا شيخ محمد بجد. لا لا ده مشروبي اليومي. ده حاجه تحفه يا شيخ محمد، تسلم ايديك. بالهنا والشفا. حاجه فظيعه. بالهنا والشفا يا ست الكل والله بالهنا والشفا. تسلم يا شيخ محمد. كنت محتاجه اسال حضرتك سؤالين. ايوه يا فندم اتفضلي. اللي حضرتك كنت عملت وصفه الشوكليت كيك كراميل. ايوه. كان في الحشو فيه كريمه نباتي مخفوقه. ايوه تمام. ممكن اعرف استبدلها بايه؟ عينيا الاثنين. حاضر. ينفع؟ حاضر. ومعلش يا شيخ محمد ممكن حضرتك تقول لي سلاح الخفق او سلاح العجن كده ايه الفرق بينهم؟ وفي سلاح كده اللي هو الهوك اللي حضرتك شغال بيه. ايوه. وفي سلاح تاني اللي هو حرف كي كده. ايوه بالظبط. فممكن حضرتك تقول لي الفرق بينهم يعني ده ايه وده ايه وكده؟ عينيا الاثنين. بص شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مبدئيا هو الموضوع لاي ماشين عندك انت بتقري الكتالوج. أول حاجة
تاني حاجة هنتكلم عن العجان بمنتهى السهولة. كل عجان في الدنيا بيبقى له ثلاث أسلحة، وفي دلوقتي في منه أربعة وخمسة، لكن أنا بتكلم على الثلاث أسلحة اللي هم بيستخدموا، اللي احنا بنستخدمهم كشيء أساسي، اللي هو الكف، واللي هو الخطاف اللي احنا بنعجن بيه، واللي هو مضرب السلك. مضرب السلك معروف اللي هو بيخفق الحاجات اللي هي سايلة، مثلا بنعمل كيكة، بنعمل بيض وسكر، لكن حاجة فيها زبدة وسكر حاجة صعبة انت بتعرفي من الحاجة اللي انت بتحطيها، فبنحط مضرب الكف. طب لما نيجي نعمل عجاين بحط مضرب الهلب، بيبقى افضل بكتير، وكل ده عشان خاطر العجان بتاعك يعيش مدة اكتر في البيت عندك، هي دي الفكرة. بس ممكن اشتغل حاجات بمضرب السلك مكان الكف، لكن بلاش، خلي كل حاجة لاستخداماتها. تعالوا بقى نعمل الحشوات بس عشان تلحق تبرد معايا. احط عندي شوية من الزيت في الوك بتاعي، وبعد كده نقوم نزيل عندنا بالفراخ بتاعتنا، صدور الفراخ. وهي شغالة كده ندلعها بقى بإيه؟ بفلفل ألوان. على النار كده، وهي على النار يا دوبك بس تاخد إيه التشميع بتاعتها، ونبدأ نديها الحاجة بتاعتنا اللي هو الفلفل الألوان بتاعنا. يدي طعم مسكر للأكل بتاعتنا. تمام كده. وتعالوا بقى نشوف عندنا الخبز ده، انا حشيه لحمه مفرومه، هيتحط لحمه مفرومه. في حاجتين اتنين تقدري تعمليهم، في اللي انت تقدري تفرزيه زي ما هو كده، يعني تحطيه في الفريزر بس تحطيه بالصاج زي ما هو وتكونوا مغطياه، وبعد بالظبط 3 4 ساعات تقومي واخداه وتقوم حاطاه في علبه فوق بعض، لان كده كده اصلا التخمير هيقف وهيجمد معاكي، فبتحطيهم ايه فوق بعض. حلو الكلام. طب ايه الحل التاني؟ اللي حضرتك تاخديه نص سوا وتحطيه عندك في الفريزر، وساعه لما تيجي توديه للمدارس بتقومي حطاه في الفرن بالظبط 5 دقائق او الميكرويف 5 دقائق، ويطلع على طول زي الفل. يا عم زياد، يا عم زياد، الو يا شيف، ازيك يا حبيبي الشيف؟ الحمد لله. الله يخليك يا زيزو، امرني يا زيزو. الحمد لله. انا عايز طريقه سندوتشات البانيه. سندوتشات البانيه. حاضر يا عم زياد من عناية، شكرا يا زيزو لاتصالك. تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل السائل التلميع ده ازاي. هجيب عندي البيض، البياض هنا، والصفار في البولة ديت. يعني لو قلت لك حلقة كاملة ممكن ان احنا نعملها عن موضوع العيوش وازاي تقدري تطلعي الحاجة بتلمع مش هتكفي، لكن الموضوع ده كبير فعلا، سوائل التلميع بالنسبة للمخبوزات. ان شاء الله نعمل حلقة عنه قريب. وشوية من الفانيليا، وبعد كده اقوم جايب شوية من القهوة ونقوم ضايفينها على صفار البيض. ونديها تقليبة وهي كده جاهزة معايا، من غير لبن ومن غير أي حاجة، من غير ما نضيف أي الكلام ده خالص، هنبدأ نشتغل بيها على طول. هبدأ أجيب الفرشة واللمة تلميع حلوة، وأوريك اللمعة بقى اللي هتحصل من قهوة. على فكرة الفرشة اللي أنا شغال بيها ما بتجرحش العيش، في تلاقي فرش من السيليكون، فمجرد ما تحطيها تلمعي بيها تقوم ايه مهبطه منك التخمير. تخلي بالك قوي بقى من ايه، من الموضوع ده بقى. لو هبت منك العجينه هتاكلي لو هبت منك العيش هتاكلي عجينه في الاخر. وقوم داخل على درجه حراره كام؟ 170 معايا، واوريها لك بعد ما تطلع. حاولي في التلميع اللي انا بعمله ده تقومي حاطه التلميع في كل حته من الخبز. يلا يا خال هناخد فاصل، هنحط بس شويه فلفل الالوان دول مع الفراخ، وبعد كده ناخد فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نكمل مع بعض حلقتنا عن ازاي نعمل سندوتشات المدارس. بعد الفاصل نكمل.
نبدا ناخد اللحمه، رجعنا لكم بعد الفاصل، وابدا اخد اللحمه وابدا ان انا اشوحها مع بعض اهيت في الزيت شويه شويه. ليه شويه شويه؟ عشان انت ملك الاحساس يا عم حمدي. تمام، ادي اللحمه اهيت، اللحمه هبدا ان انا اشوحها، اللي انا برضه اعملها سندوتشات، حاجه جميله وحاجه لذيذه وسهله وما فيهاش اي تعقيد خالص. لكن هي الفكره ايه بقى؟ ازاي نقدر نعمل الساندوتش نفسه؟ وعلى فكره هيبقى في تجديد، يعني هيبقى يعني او في تشكيله ثانيه للساندوتشات نفسها. بس ايه، قلنا نبدا كده باللحمه والفراخ، وهنخش على الجبن دلوقتي، وهنخش على البسطرمه، ونخش على كل حاجه. تعالوا ايه نبدا، ريحه اللحمه جميله قوي وهي بتتشوح كده في الطاسه. وارجوك لازم الطاسه تكون عندك سخنه وانت بتحطي لحمه او فراخ، بلاش تعملي حاجه في طاسه تكون الزيت بتاعها يكون بارد، لان دي حاجه مش لطيفه خالص. انت كده بتخلي الحاجه الميه اللي تبقى موجوده في اللحوم نفسها سواء في الفراخ او في اللحمه بتنزل، فتيجي بقى تقومي سايباها، تقوم ست البيت تقوم عامله ايه؟ انا بشوف ستات كتير بتعمل كده برضو. بعد ما بتحط الحاجه وهي بارده تقوم معليه النار، ما خلاص انت كده هتاكلي كاوتش، مش هتاكلي حته لحمه فيها عصاره من جوه، لان انت ما عملتهاش، ما قفلتلهاش المسام بتاعتها من بره، فالعصاره اللي فيها كلها نزلت معاكي. ادي حته اللحمه اهيت كلها بتبدا تتشوح معايا، وهبدا ان انا اخد عندي الفلافل بتاعتي. وكل ده مع بعض. تعال نبص كده على اللمعه اللي في الفرن عامله ازاي. دي اللمعه اهيت اللي موجوده اللي احنا بنشوفها اهيت، هي اللمعه من الصفار البيض، تمام، ومن القهوه اللي احنا عملناها. هنسيبها كمان شويه الفرن، ما نستعجلش عليه عشان كل حاجه تستوي من بره من جوه. ونرجع نقوم حاطين عندي الفلفل الالوان عشان هبدا اعمل حشو التونه، ونبدا بقى نسمي الله كده ونبدا نشتغل في الشغل بتاعنا. مع بعض. طيب اللحمه تعرفيها وانت بتشتغلي فيها كده من اللمعه اللي موجوده من اللحمه نفسها، تعرفي من اللمعه نفسها، لو تلاقيها اتطفت معاكي كده وطلعت لون ابيض تعرفي اللي هي مش تبقى طعمها حلو. لما تبقى اللمعه موجوده زي اللي حضرتك كده شايفاها كده بالظبط، تعرفي ان انت تطلعي حاجه محترمه جدا ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نعمل عندنا التون. ايه التون دي؟ اللي هي التونه. بجيب عندي التونه وبعد كده ببدا اجيب انزل الحشوه بتاعتها عشان ايه كله خلصان، ونشتغل بقى براحتنا ان شاء الله. هقطع عندي الفلفل احمر مكعبات، شفت حاجه غريبه جدا بصراحه بستغرب منها، انا ما اعرفش دي بتبقى بقى ايه قله ضمير ولا بتبقى ايه بالظبط، لكن انا قلت لازم اتكلم عليها في البرنامج. من يومين رحت جبت زبده، جبت زبده اصلي الغاليه لشغل ما، جبت الزبده والله زي ما بحكي لكم كده بالظبط، جبت الزبده اعتقد كان الكيلو عامل 160 165 كيلو، كيلو اللي هي كانت ب 30، ما علينا، 165 او 160 مش فاكر. اصلي يعني هي ديت اللي انا كنت بشتغل بيها من زمان وفرحت جدا، ده بقالي كتير ما شفتهاش، ده هي ديت اللي انا بشتغل بيها وجبتها في نفس الهايبر ماركت الكبير قوي، سوبر ماركت كبير جدا مش هينفع طبعا اقول اسمه، رحت جبت منه زبده نفس نوع الزبده وبنفس السعر، ولقيت الكواليتي مختلف تماما كليا وجزئيا. يعني مفيش اصلا حاجه الزبده اللي انا جبتها الثانيه مقاربه خالص للي انا جبتها الاولى. طب هو فين الخلل هنا؟ يعني هو الخلل من ناحيه ايه بالظبط؟ هل من ناحيه الناس اللي شغاله مثلا بتجيب زبده قليله وتبيعها في سعر كبير؟ استغربت، ده سوبر ماركت كبير وما ينفعش اصلا يعمل كده. من نفسه هو سوبر ماركت واحد. فبصراحه كنت مستغرب جدا، وايه بقى وبنفس السعر. فده حاجه مش حلوه خالص، اتمنى ان شاء الله الواحد ما يشوفش الحاجه ديت، الواحد يشوفها في السوق خالص المصري يعني. هنبص على الخبز بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام كده. طلع العيش بتاعنا.
يا استاذ صباح. ايوه. ازيك يا حاجه صباح؟ الله يسلمك. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يديك الصحه يا رب. تسلمي. الله يخليك. انا مش عارفه اتواصلت معاك ازاي من بقالي سنين والله. عايزه اتصل. الله يخليك يا رب. انت شيف محترم وشيف كويس والله. ربنا يخليك. ربنا يا رب. يخليك يا رب. تسلمي. تسلمي لي. الله يخليك. الله يخليك. كلك ذوق والله. كفايه ده بسمتك وضحكتك. الله يخليك يا رب. تسلمي. واحترامك والله قدام الشاشه. الله يخليك يا ست الكل. ربنا يخليك يا شيف محمد. قولي لي اخبار. فرحانه جدا. الله قولي لي اخبار سندوتشات المدارس معاك ايه؟ جميله جميله والله. كل حاجه بتعملها جربت حاجات كتير منك. لا انت عندك استعداد تعملي كده ولا الموضوع يبقى صعب؟ نعم. عندك استعداد تعملي حاجات زي كده زي اللي احنا بنعملها ولا الموضوع صعب؟ أيوة كل حاجه كل حاجه والله بطبقها. بس انا مش عارفه كنت اتواصل مع حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. صفحه والله. يا رب يخليك. الله يخليك. تسلمي لي. تسلمي لي يا ست سبعة. الله يخليك. كل سنه وانت طيبه. وكل سنه طبعا وكل مسلمي العالم بخير بمناسبه عاشوراء. تمام. طماطم. التونه تتحط معاها فلفل الوان ويتحط معاها بقدونس ويتحط معاها كزبره يتحط معاها ذره حلوه يتحط معاها كل حاجه الا الحاجات اللي قطة او الخيار. يعني بلاش تحطي معاهم بلاش تحطها ايه في التونه ده وجهه نظر. ليه؟ لان بتطلع زفاره فمتبقاش حلوه. يعني حط اي خضار عندك فلفل الوان كزبره بقدونس ذره حلوه شغال كل ده. هقلب التونه معانا واقوم رايح واخد ايه بقى شويه من المايونيز عليها. تمام. الحاجات ديت الاطفال ايه هيحبوها. في ناس اطفال ما بيحبوش التونه. جربي حط معاه مايونيز بتدي طعم مسكر قوي للتونه نفسها. تمام. سهله. ادي الحشوه الثالثه يا مدام سهام. صباح الخير يا شيخ محمد. يا صباح الهنا. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يديك الصحه يا رب. تسلمي. الف مبروك يا حبيبي الحجه اللي انت حجيتها. الله يبارك فيك يا رب. تسلمي. الف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. محترم وتستاهل كل شيء. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يعزك. تسلمي. بقول لك ايه والنبي قول لي تتبيله الشاورما من عينيا الاثنين. حاضر حاضر. تسلم عينيك. حاضر يا ست الكل. تأمرك. مع السلامه. مع السلامه. هي الموضوع سهل جدا يا ست الكل. ممكن تزودي بس على اللحمه شويه خل في التتبيله. اول حاجه بتساعد في السوى على طول وبتعمل طعم حلو جدا. وتزودي عليها بشر ايه بشر صغير من الليمون ونص عصير برتقانه كده صغيره. وتحطي الملح والفلفل والبهارات الشاورما. في ناس بتجيب بهارات شاورما مع زيت وتقلبها وتشتغل زي الفل. عندك كده وتشتغلي وتشتغلي كده برضه. جبت على النار وقلبت. بس انا ما بحطش عموما للشاورما بحط لها فلفل الوان. لا انا ما بحطهاش فلفل الوان بصراحه. بس انا حاطط لها فلفل الوان بس عشان هحشي جوه خبز معايا. تعالوا بقى نجيب عندنا الطاسة تكون عندي على النار دي. بنقول لها شكرا احنا كده حضرنا كل ايه الحشوات بتاعتنا كده كل حاجة تكون جاهزة. نجيب عم حمدي عندنا العيش بتاعنا. ايوه رايق. تقومي جايبة العيش وتبدأ اللي انت تقطعي الخبز ده بتاعك. تمام. اللقمة اصلا هتاكليها كده صدقيني من غير حشو. يعني الطفل بتاعك هياكلها من غير حشو. انسي اللي انت تعرفي تجيبي من مخبز لقمه تكون مخدومه كده. تمام. لا مش شرط اللي انت تحطي محسن فيه عادي. يعني ممكن ما تحطيش محسن خبز فيه العيش وهيطلع معاكي مظبوط ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله خالص. بعد العيش ما تسيبيه كده يريح شويه بتقوم واخداه. حلو الكلام. ورصة عندك في صاج مثلا او في صينية وتسيبيه يريح شوية. تمام. تقومي جايبة كيس عندك وتقومي واخدة عندك الايه اللقمة بتاعتنا ونقوم حاطينها هنا.
تمام كده، ونسيبها عندي تريح شوية. بعد ما بتريح ترتاح معايا هبدأ اللي أنا أجيبها أو مغطيها كده بكيس، ونسيبها عندي تريح شوية، ونبدأ نعمل بقى إيه الشغل بتاعنا اللي هو الحشوات. بص يا خال، أدي العيش بتاعنا هو مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي الدقيق هني. حاضر. اهو اول حاجة نعمل واحد كده على الطاسة سريع، نحاول ايه ترفعي في العيش على قد ما تقدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق خلينا في الواحد كمان بس على المطاسة ايه تسخن بس يا عم حمدي، على المطاسة تسخن وبعد كده نرجع لها تاني. العيش زي ما اتفقنا هنقدر نعمل من العيش ده، هنقدر نعمل من العيش فينو، ونقدر نعمل منه حشوات كتير جدا، فنركز مع بعض فيه ونشوف هنعمله ازاي. طاسة الجريلا فينا موكيمو كانت هنا. نشوفها ان شاء الله بقى ايه. خلينا نشوفها بعد الفاصل. نلف. هنشوف بقى ايه العيش هنعمله ازاي. نقوم واخدينه اهوت في الطاسه. الطاسه تكون عندي سخنه معايا. بعد الفاصل بقى مفيش مشكله. تمام. تقوم واخده ديت اهيت العيش قدام حضرتك اهوت. بص بقى ايه تبدا كده في فقاقيع بتطلع، هو ده المطلوب اثباته. تمام. حبيبي تقوم واخداه كده يا عم حمدي، تقوم قلبه ناخد منه قلبه. الله يهديك الله يهديك. تمام. هو ابيض كده اهو، نقوم واخدينه كده اهو. تمام. نبدا بقى نعمل ايه، نعمل له الحشوات بتاعته بسرعه عشان هنبدا نبصمه عليها. تمام. حاجات سهله. العيش يتاكل ني بجد، تحطي معاه معلقه عسل ومعلقه قشطه وكل العيش ده وشوفيه هيبقى عامل ازاي، والجمال بتاع الخبزه ده هيبقى عامل ازاي بسرعه. ايه نقوم واخدين عم حمدي ده نفس الكلام، نقوم حاطينه هنا في الطاسه. الطاسه بتاعتي تكون سخنه. بيبدا يظهر لك ايه، هيبص تلاقي اللقمه تبدا كده ايه تكرمش من هنا وتعمل فقيع، فده حلو قوي. خميره طبعا، لان في خميره وفي زبده حاجه سهله قوي. هقول لك على كذا طريقه لموضوع العيش ده تاكل صوابع كره. بص عامل ازاي. نقوم قلبين قلبه. تعالوا نعمل اول واحد بايه، نعمل اول واحد بالفراخ. ندي شيدر. ندي الجبنة الشيدر وبعد كده نقوم لفينه اهو. بصي ضغطت الضغطة ديت، شايفة الضغطة دي؟ حلو قوي الضغطة ديت. نقوم واخدينها كده زي ما هي كده، ونروح فين؟ عندي على طاسة، عندي جريلا، عندي على النار، نبصم على الوشين لحد ما يقرمش معايا. يعني انت بتخزنيه ازاي في الفريزر؟ بتخزنيه كده زي ما هو، يا دوبك انت بتطلعي الصبح بس تقومي حطاه كده على الجريل، تبصميه على الوشين الاثنين، تجيبنا تسيح والفراق واللقمه تستوي معاكي وتقرمش، وعلى طول فين؟ على المدرسه. فجربي الحشوات ديت. فاصل ونواصل.
يبقى قلنا ازاي اللي حضرتك اللي انت تقدري تخزني عندك الحاجه في الفريزر، مش كلام زي ما اتفقنا، لا هو فعلا تقدري تعملي كده. الموضوع في منتهى البساطه، انا مش عايز اعدها لك واقول لك نعمله بعيش، انا ما رضيتش اعدها لك من اول، انا وريتها لك ازاي تقدري تعمليه عندك واوريهولك. بص حطيت قطعه زبده بس عشان اسوي بيها، بص بيدي اللمعه الجميله ازاي. خلاص كده بيتاخد على طول في اللانش بوكس على طول وياكلوا بالهنا والشفا. طيب ايه تاني؟ اللحوم نفرد. هقول لك على خطوه تانيه برضو ممكن نعملها في العيش من غير ما نفرده كده. هنقوم واخدينه كده نفس الكلام، الطاسه عندي تكون سخنه معايا، مش هبصم حاجه في الطاسه. طب امال هتعمل ايه؟ بصي ادي الفكره التانيه اللي تقدري اللي انت تشتغلي بينها، برضو هتطلع ممتازه جدا. تقوم عامله كده فرد العيش، بس مش فرد كامل، ناخده بالشكل الايه الطولي ده. تقوم واخداه كده بالظبط زي ما احنا شغالين. بص العيش ما شاء الله عامل ازاي يا عم حمدي، بص يا خالد جمال، هو ده. بص تقلبيه بقى على الوشين على طول، ودقيقة واحدة تديهوله يبقى زي الملبن معاكي. طيب ليه العجينة عاملة كده؟ عشان احنا مخدمينها صح وعاملين فيها شغل حلو. تعالوا نعمل عندنا اللي هي باللحمة. العجينة نية، تمام متفقين، متفقين العجينة نية. تقومي واخدة عليها الجبنة، تمام، وتقوم واخده العجينه ديت، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، تمام كده، وتقوم واخداها كده. يا حاجه سعاد، ازي سعاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ والله انا بحبك جدا يا شيخ. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. كنت عايزه اعرف اتفضلي، عايزه تعرفي ايه؟ طريقة التونة. التونة من عينيا للتينة، اشرحها لك تاني دلوقتي. حاضر. حاجة تاني؟ مع السلامة، مع السلامة. نقوم واخدين دول يا خال، حاطينهم هنا في الطبق. افتح واحد كده من النص يا خال وشوف المنظر عامل ازاي. تمام. وين هم مدلعينهم بشويه مخلل. واحد اقول لي يا عم سيبك يا عم بلا فطار بلا بتاع، ده هو ده سندوتشات غدا 100 100. اه تشتغلي برضه غدا معاهم لو عايزه تشتغلي غدا، وشويه مخلل عليه وكده الطبق عندي يكون جاهز معايا. تمام، هنضب بس الطبق يا عم موافي. اه اتفضل. تمام، الله ينور ما شاء الله. طيب نقوم واخدين عندنا العيش ده زي ما هو ني، ونقوم واخدينه عندنا في الفريزر نخزنه. نخزن العيش ده ني ما نجيش ناحيته اصلا، ويبقى في الفريزر، والصبح تطلعيه قبلها بيوم تطلعيه بالليل ليله المدرسه اللي هو يروحها في الثلاجه. تاني على طول بالظبط تيجي الصبح تقوم واخداه وحطاه فين هنا؟ زبده بس. تقوم حطاه فين هنا اهو، وتبداي اللي انت تسويه، بس النار ما تكونش عاليه قوي. واحد تاني نفس الكلام باللحمه كده. دي الفكره التانيه اللي تقدري تاخديها من ايه؟ من العيوش بتاعتنا او من سندوتشات المدارس. طبعا لو انت سبتيه عندك في الفريزر يعني فرستيه وبعد كده تحطيه في الثلاجه على طول، تبداي اللي انت على طول تشتغليه، مش هيحصل اي حاجه خالص للحمه عندك. اه الله ينور ما شاء الله. تقوم واخدة عندك اللحمة، الفلفل الألوان رصاهم كده جنب بعض. يا أستاذة منى صباح الخير يا شيخ. يا صباح الفل.
عامل ايه؟ الحمد لله بخير، الله يخليكي. الله يكرمك يا رب. وعيالك عاملين ايه؟ كويسين؟ والله في نعمه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي. الله يخليك. كان عندي كذا سؤال. اه اتفضلي يا فندم. اول حاجه، التوم المخبوز حضرتك عملته ازاي؟ ايوه تمام. ماشي. وتاني حاجه، لو انا مثلا عملت العجينه اللي هي حضرتك حاطط فيها الزبده والبيض، ينفع اخزنها عادي في الفريزر نيه؟ جميل. وايه تاني؟ وتاني حاجه، ايه اكتر اكله انت بتحب تاكلها؟ من عينيا الاثنين بس كده. شكرا لحضرتك. مبدئيا بقى اقول لك على حاجه بقى، انا راجل مش اكيل. والله خالص. يعني بصراحه الواحد بيخش على اي لقمه، بس ايه اهم حاجه؟ اضمن الاكله ما فيهاش زفاره. بس اكليني اي اكله في الدنيا، فراخ، لحمه، اسماك، فضل الله بناكل ما عدا الارانب، ماليش دعوه بيها خالص، ماليش دعوه خالص. لكن انا بقول لك على الواحد بيحبه، كل فضل الله الحمد لله رب العالمين، الواحد يعني ربنا مسهل له الحال في الموضوع ده، بس ما عنديش ازمه، لكن الا الزفاره. بص الجمال بقى عامل ازاي بتاع العيش ده. تقوم واخدينها. هنجاوب لك على بقيه الاسئله، يلا بينا بقى. كانت بتسال على ايه يا استاذ روان؟ اول حاجه التونه. بتسال عن ايه يا روان الاسئله؟ التوم المخبوز. انت حضرتك بتجيب التوميه سليمه زي ما هي، الراس نفسها، وبعد كده بتقومي حطاها في الفرن من غير اي حاجه، ولا فويل ولا اي حاجه، لان القشره الخارجيه اللي فيها هي اللي بتحميها، وبتدخلها الفرن لحد ما تبدا تستوي معايا. تاخديها على فكره في الشرب حكايه، في التتبيلات وهميه، يعني لو هتعملي مثلا بابا غنوج اعملها بالتوم المخبوز، صدقيني بيطلع طعم محترم جدا جدا. العجينه دي لو اتحطت في الفريزر وهي نيه ينفع تتحط في الفريزر، انا بفضل ما تحطيش حاجه في الفريزر من العجائن، تمام؟ لان هتبقى صعبه عليكي، مش هتعرفي تحكمي فيها كويس، العجينه هتاخد عصب منك، ومش هتعرفي تقفليها كويس، فهتاخد منك رطوبه وتعمل منك ميه جوه العجينه. يفضل العجينه تشتغلي بيها على طول، تعمليها وتشتغلي بيها على طول. تعالوا نعمل عندنا بالجبنه الرومي، نركز مع بعض هنعملها ازاي. بسم الله. يا استاذه سما. الو. ازاي حضرتك؟ الو. الو سمعت. ايوه ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله. اموريني. الحمد لله كويس. انا بحب اشوف، بحب اتفرج عليك قوي. ربنا يخليك يا نانسي، تسلمي، ده كلك ذوق، تسلمي. ليك اي سؤال يا نانسي؟ ممكن عايزه طريقه الكبده البنيه. عايزه طريقه ايه؟ طريقه ايه يا جماعه مش سامع؟ الكبده البنيه. الكبده البنيه. حاضر يا سما، من عينيا الاثنين. شكرا يا ليك يا سما. حاضر. الجبنه الرومي يعني من عشاق انا الجبنه الرومي السايحه. ناس بتعملها بعيش. ناس بتعملها بعيش، وناس بتعملها بايه؟ ممكن اعملها لك بالعجينه زي كده الاسكندراني، واوريها لك بتتعمل ازاي. نجيب عندي لقمتين اتنين. ونفرد العجينه ديت، يعني القطر يكون نفس القطر الثاني الاولانيه، نفس الثانيه بالظبط، تمام. وبعد كده بقوم جايب عندي سائل التلميع اللي هو صفار البيض، ونقوم واخدينه كده ايه على الحروف، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الجبنه الرومي اهي، جبنه الروم السايحه، يعني مش عايز اقول لك ايه، يعني الاطفال بيعشقوها قد ايه. تقومي جايبه البورده بتاعتك، جايبه سكينه، يلا يا بيه اتفضل يا استاذ موافي. طيب طب صوتك بقى، الله يكرمك، صوتك ربنا يعزك ونعم. ماشي. طماطم. الله العظيم. طماطم، بص بقى اهو على الجبنه الرومي نفسها، وبعد كده نقوم واخدين عندنا اللقمه الثانيه، حطينا على الحروف كويس جدا ومسكنينها،
ونخزن في الفريزر كده برضو. عجينة زي ما هي كده تتخزن فين؟ في الفريزر، مش هيحصل لها اي حاجة، مش هتاخد دقيقتين منك الصبح. حاجات والله بمنتهى السهولة تقدري تعمليها، تعمليهم من النهاردة وتخزنهم في الفريزر، هيقعد معاك وقت كتير جدا. اهو بص بقت عاملة ازاي، نقوم واخدينها كده وضغطين عليها فردة كده محترمة، نقوم طالعين عليها فين؟ عندي على الطاسة اللي عندي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. نبص هنا الأخبار إيه؟ ما شاء الله. هي تنقلب هنا على وشين اتنين ونشوفها. آدي هي الحاجة، أكتر من فكرة. تعالوا نعمل عندنا فكرة تانية للتونة، بس هنشوفها إمتى إن شاء الله بعد الفاصل نكمل. بيطلع بقى مع السندوتش ايه بقى؟ يطلع معاه شويه خس، خس كابوتشا كده زي ما هو، تمام. يطلع معاه مثلا، تعال نقطعه كمان شويه صغيرين، ولا تحط دريسنج ولا تحط اي حاجه، هو كده حلو قوي مع شويه مخلل يبقى زي الفل. اذا يعني لو تلاحظ في الموضوع، في بقى في موضوع احسن بشويه، اللي هو ياكل من بره تلاقي الموضوع سهل. طماطم عليها كده من فوق، شويه زيتون شرايح وتمام التمام. تعال نبص على ده خل، بص اللون، اللون نفسه عامل ازاي، هو طالع كده. ممكن ايه تديله زبده كده سايحه من فوق، يديله ايه حته لمعه كده محترمه للعيش نفسه. بص اللون نفسه عامل ازاي، تمام. تقوم واخداه حطها هنا على البورد، وادي الجبنه السايحه بتاعتنا الرومي الجميله، ونقوم حاطين ده. على فكره كمان لما العيش ده يبرد بتلاقيه بيبقى طري جدا مع الجبنه الرومي، فده الفكره بتاعته، وده الشكل النهائي بتاعه اهو قدام حضرتك اهي. تمام هاي اصحى معايا. تاني التونه بقى ازاي نعملها. بص حضرتك تقومي جايبه العيش اللي هو اللي انا عملته ده وطلعته قدام حضرتك، نفس الكلام كده. تقومي جايبه شويه دقيق صغيرين حطهم هنا كده، تاخدي شويه تونه ضيفاهم، حشو التونه على الهواء. بص ازاي كده اهو، وتقوم واخداه، تقوم جايبه ايه مقص نعمل واحد كمان، نعمل واحد كمان. تجيب العيش تقوم حاطه شويه صغيره من الدقيق كده، تمام اهو. تونه نتومي دقه اكنك بتدق عيش فينو، تمام. وتعالى نعمل واحد تالت اهو. تمام، ونسيبه عندي يخمر بقى بالتونه بتاعتنا، تمام. بعد ما يخمر تقوم دخلها عندك الفريزر لو عايزه تخزنيه، او لو عايزه تسوي مفيش مشكله على طول في ساعتها اهو. نقفل بس كويس، نسكرها كويس جدا، وابدا ان انا اخد الكلام ده كله ونبدا ان انا يتخمر معانا.
انا جاهز يا عم حمدي، وبالمقص كده ونبدا نعمله الشكل الجمالي اللي حضرتك كده شايفاه. حلو الكلام، جميل. طيب بعد ما يخمر بنسيبه يتخمر معايا، بيطلع عندك بالشكل اللي ايه حضرتك كده شايفاه. ياكل الساندوتش بتاعه، ما تقوليلوش انا حاطه لك ايه، هو ياكل اللقمه دي كده وهي بتلمع كده، اللمعه اللي انت شايفاها ديت المحترمه دي، وياكل العيش ويلاقوا طعمه حلو، فاكيد مش هيدوق في موضوع التونه. لان في ناس انا عارف بيبقى موضوع عندهم التونه بيبقى صعب شويه خصوصا الاطفال. طيب ايه تاني؟ تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل البسطرمه بالجبنه ازاي. نطفي النار دي شويه. اهي نجيب العيش بتاعنا، نقوم جايبين البسطرمه بتاعتنا حاطينها. في ناس بتشوحها، اللي عايز يشوح يشوح زي ما هو عايز في طاسه وبعد كده يحطها في العيش، مفيش اي مشكله، او تاخديها على طول برضو ما فيهاش ضرر. نصيحة بس لما بنصحها لك وانت بتقفلي حتة العيش، تقومي حاطة حتة جبنة هنا، جبنة فين؟ على طرف الرغيف. طب ليه؟ عشان حضرتك لما الجبنة دي تسيح تمسك اللقمة ببعضيها ما تفكش منك. كده اهو ناخده مربع زي ما هو كده اهو، على قد ما اقدر بوريك كذا شكل. البسطرمه بنقوم جايبينها الجبنه الشيدر، نحط شويه هنا وشويه هنا عشان التقفيله، ونقفل بايدينا. بص اللقمه ماشيه معايا ازاي، ولا تكسيره ولا اي حاجه. نقوم واخدينا ورايحين فينا يا خال؟ على حته الزبده اللي عندي على النار في الطاسه الجريل. احب انا الطاسه دي قوي بصراحه، اشتغل عليها جدا لانها حتى يعني بتوزع الحراره كمان، يعني كل الحلل اللي نازله الجديده بصراحه لا فيها شغل بدا يتعمل جديد عجبني، اللي هو موضوع توزيع الحراره ده ما كناش بنلاقيه. لما كنا زمان كنا بنلاقي الحاجه بتستوي من مكان ومكان لا، لا دلوقتي الطاسات مش شركه واحده بس، لا في شركات كتير قوي بقت بتعمل موضوع توزيع الحراره جوه الطاسه نفسه، فده حاجه مهمه جدا. كده ونقوم بصمينها طبصمتين اتنين عليها. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم، اتمنى افكار جديده لسندوتشات المدارس. لازم يا جماعه نخلي بالنا كويس جدا من اطفالنا، صحه اطفالنا مهمه جدا خصوصا في الشهر الاول او في الاسبوع الاول. هم ليه بياكلوا من بره ما بياكلوش من البيت؟ عشان انت ما بتجدديش في افكارك وما بتديهمش حاجات فيها مفاجاه وما بتجدديش في السندوتشات نفسها. طالما هتمشي على روتين عمره ما يحب الروتين، لازم تجديد. لسه في حلقات سندوتشات كتير كنت عايز اعملها لكم، من الحلو بقى، من البلح حلو جدا ومفيد جدا، من الشوكولاتات، من الكلام ده كله، ده ان شاء الله يبقى في حلقه قادمه من برنامج المطعم. اشوفكم على خير، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه. السلام عليكم.